السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في فيديو جديد. قبل ما نشوف الفيديو نشترك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وبعد ما نشوف الفيديو لو عجبكم نعمل لايك وشير علشان نفيد ناس تانية. النهاردة هتكلم عن موضوع حيوي شوية. أنا دايما بقول لازم ننام بالليل وننام من 6-8 ساعات، وهو ده النوم الصحي. النوم الصحي ده ليه فوائد، ولو احنا ما نمناش بالليل وما نمناش عدد ساعات محدد برضو هيبقى فيه اضرار. هنتكلم بقى عن الفوائد وعن الاضرار وعن البيئة بتاعة النوم، وازاي ان احنا نقدر ننام كويس، ازاي ما يبقاش فيه قلق. في ناس طبعا بتشتغل بالليل وعندها ورديات او نمطشيات، وطبعا ما عندهاش فرصة انهم يناموا بالليل، دول بيبقى غصب عنهم. هنحاول ان احنا نشوف حل ليهم ونقول لهم يعملوا ايه. في ناس تانية بتسهر بمزاجها، والناس دول بيحبوا يسهروا طول الليل بقى عمالين ياكلوا ويتسلوا. الكلام ده طبعا بيجيب مشاكل كتير وليه اضرار كتير، فاحنا هنقول برضو ايه الاضرار دي. مبدئيا هي في دراسات اتعملت واكدت ان الناس اللي ما بيناموش كويس وبيسهروا بالليل دول بيبقى عندهم فرصة اكبر لحدوث امراض زي السرطان، الالزهايمر، السكر، الضغط، السمنة. النوم من اكتر الحاجات اللي بتأثر على صحتنا. قلة النوم وعادات النوم السيئة بتنعكس طبعا بالسلب على نشاطنا وعلى تركيزنا في اليوم التالي. فاحنا في الفيديو ده هنقول ايه فوائد النوم المنتظم الصحي، ونصايح طبعا علشان ازاي نحصل على نوم جيد، ازاي احنا نحصل على نوم صحي. اول حاجة لازم ننام من 6-8 ساعات وننامهم بالليل زي ما قلنا. طيب النوم الصحي معناها ان انا ادخل السرير وفي خلال نص ساعة اكون نمت. اللي بيساعدنا بقى على النوم والاسترخاء هو هرمون مهم جدا اسمه هرمون الميلاتونين. طيب هرمون الميلاتونين ده في حاجات بتعوق افرازه، فالمفروض ان احنا في حاجات نتجنبها، اطعمة وحاجات نتجنب ان احنا ناكلها قبل النوم، زي مثلا الكافيين. الكافيين ده المفروض ان انا ما اشربش قهوة او حاجة فيه او شوكولاتة او اخد حاجة فيها كافيين عالي قبل النوم. فانا مهم قوي ان انا ما اخدش كافيين قرب ما انا حاجي انام. طبعا عارفين الكافيين موجود في القهوة، في الشاي، في الشوكولاتة. كمان في نصيحة تانية ان انا لازم ما اخدش وجبة كبيرة قبل النوم. احنا دايما نقول نبطل اكل قبل النوم ب3 ساعات 2 ساعات، او يعني كل ما كانت الفترة اطول كل ما كان احسن. يعني 4 ساعات قبل النوم ما اكلش، دي حاجة كويسة، لان انا لو اكلت ونمت ده بيأخر النوم، لان طبعا المعدة بتبقى شغالة والجهاز الهضمي شغال، فممكن ده يعطل النوم. لكن كمان ما ينفعش ننام واحنا جعانين، لان برضو لو انا جعانة ممكن برضو ده يخليني اقلق. كمان ممكن نعمل رياضة اثناء النهار، دي بتساعد في النوم بالليل كويس، ولكن ما نعملش رياضة عنيفة قبل النوم لان دي هتنشط الجسم ومش هتخلينا نعرف ننام. ممكن نعمل حاجة هادية قبل النوم، تمرينات اليوجا، حاجات كده بتعمل استرخاء او ريلاكسيشن. في حاجة مهمة جدا بقى اللي هو الضوء الازرق. الضوء الازرق ده اللي بيبقى طالع من الموبايل او من التاب، لمبات الليد والحاجات دي، المفروض ان انا اتجنب الضوء الازرق ده قبل النوم بساعة. مهم جدا الموضوع ده، لان الضوء الازرق ده بيقلل افراز هرمون الميلاتونين، وده طبعا لما بيقل هرمون الميلاتونين بيبتدي يحصل الارق. مهم جدا ان انا انام في مكان ضلمة عشان النور بيوقف افراز هرمون الميلاتونين، لازم يكون المكان ضلمة. كمان درجة حرارة الأوضة المفروض تكون باردة علشان الحر بيعطل النوم، يبقى لازم يكون الأوضة حرارتها باردة ضلمة. لازم طبعا يكون النوم على مرتبة مريحة أو حاجة مريحة علشان أقدر أنام عليه. في حاجة كمان المفروض إن أنا ما أدخلش السرير إلا لما أكون أنا هنام. لازم المفروض إن أنا أحدد ساعات النوم بتاعتي وأحاول أنام كل يوم في نفس الميعاد. ما استخدمش السرير لأي حاجة، يعني مش أقعد مثلا أتكلم في التليفون على السرير، أذاكر على السرير، مش عارف أكل على السرير، أعمل أي، لأ خلي السرير، يعني خلي عقلنا الباطن يربط السرير بالنوم فقط. أنا كده بقى لما أجي أدخل السرير يبقى أنا هنام خلاص، عقلي الباطن متبرمج على إن أنا دخلت السرير يبقى أنا هنام. مهم جدا طبعا الهدوء، ما يبقاش فيه دوشة حواليا علشان برضو أقدر أنام بسهولة وأدخل في النوم بسرعة. ليه عدم النوم الساعات الكافية ده بيعمل مشاكل؟ ليه بيحصل كده؟ ربنا خلق الجسم فيه هرمونات بتبقى افرازها بيكون بالنهار، وفيه هرمونات بتفرز اثناء النوم بالليل.
في ساعة بيولوجية للجسم برضو ربنا خلقها. لو احنا خالفنا الساعة البيولوجية دي وخالفنا النظام بتاع ربنا فهو كده بيبتدي يحصل مشاكل. المفروض ان احنا بالليل بيبقى فيه افراز الميلاتونين، بيبقى فيه افراز هرمون النمو، بيبقى فيه حاجات بتحصل بالليل، الجسم بينظف نفسه، بيبقى فيه حاجة اسمها اوتوفاجي اللي هو الجسم بيتخلص من الخلايا التالفة والخلايا الميتة والحاجات اللي مش كويسة بالليل. فالمفروض ده بيحصل واحنا نايمين. لو احنا ما نمناش في فترة الليل دي فمش هيحصل الحاجات دي، فبالتالي الجسم هيبقى فيه خلايا تالفة، فالجسم هيبقى فيه الشوارد الحرة اللي هي نتيجة الأكسدة، تأثر طبعا تأثير سلبي على الجسم، وهي دي اللي بتتسبب، قلنا احنا قبل كده الجذور الحرة زيادتها بتتسبب في السرطانات والزهايمر والأمراض القلب والسكر والسكتات الدماغية والجلطات والحاجات دي كلها. فطبعا احنا لو نمنا بالليل الجسم بينظف نفسه من الحاجات دي. في حاجة كمان بتحصل لما بنسهر، بيبقى طبعا فرصة كبيرة قوي للأكل، بنجوع وبناكل كتير، بالليل بيبقى معدل الحرق قليل، فالأكل اللي أنا باكله ده ما بيتحرقش زي بالنهار، معدل الحرق قليل، فبالتالي هيحصل زيادة كبيرة في الوزن وبيحصل سمنة. غير ان السهر نفسه ده بيعتبر نوع من الاسترس، فبيزود افراز هرمون الكورتيزول فبيخليك تجوع، فبتجوع فبتاكل، معدل الحرق قليل، فدخلنا في زيادة الوزن والسمنة. في حاجة كمان ان احنا معظم نوعية الاكل بالليل بتبقى الحاجات الوجبات بقى الجاهزة واللي هي كلها فيها زيوت نباتية مهدرجة وفيها حاجات كلها دهون، الجسم مش بيعرف يتعامل مع الحاجات الغريبة زي الزيوت المهدرجة والكلام ده، فبيبتدي يخزنها. غير ان المفروض ده بالليل ده مش وقت ان الجهاز الهضمي يشتغل فيه، فبالتالي برضو كل الاكل اللي بيتاكل عمال يتخزن ومش بيتحرق فبيزود لي الوزن. الناس بقى اللي هم شغلهم بالليل ومضطرين يسهروا وما عندهمش حل تاني غير كده، هنقول لهم برضو نصيحة عشان يحاولوا يحافظوا على صحتهم وعلى وزنهم. الناس دول لو عملوا الصيام المتقطع هيستفيدوا جدا منه، لان الصيام المتقطع بيعلي حساسية الانسولين وبيعلي هرمون النمو، وهرمون النمو ده طبعا ليه فوائد كتيرة، بيخلي الجسم يتخلص من الخلايا التالفة. الصيام المتقطع بيقلل مقاومة الانسولين، بيعلي الحساسية بتاعت الانسولين، بيزود معدل الحرق، بيقلل الأكسدة، بيقلل الشوارد الحرة، الجسم بيقدر يتخلص أكتر من الخلايا التلف، بيعلي المناعة برضو، بيخلي طبعا الشخص ده ما يأكلش كتير. الناس دول لازم يقللوا السعرات بتاعتهم علشان يقدروا يحافظوا على وزنهم وعلى صحتهم. يبقى لو حد عنده شغل بالليل او عندوش امكانية ان هو ينام بالليل ودايما بينام بالنهار، يحاول يتغلب على الموضوع ده بان هو يعمل الصيام المتقطع علشان يقدر يستفيد بالفوائد بتاعت الصيام المتقطع في مقابل المشاكل اللي ممكن تحصل من السهر بالليل. لكن طبعا ده للناس المضطرة، اللي هو مش مضطر المفروض ان هو ينام بالليل احسن علشان يستفيد بالفوائد بتاعت النوم بالليل زي ما احنا قلنا. هنلخص بقى الكلام اللي احنا قلناه. يبقى احنا لازم ننام بالليل من 6 ل 8 ساعات، لازم قبل النوم بنص ساعة ما نمسكش اي اجهزة في ايدينا علشان النور الازرق ده بيعطل افراز هرمون الميلاتونين. كمان المفروض ان احنا ما ناكلش وجبة كبيرة قبل النوم، المفروض ان احنا ندخل ننام ما نفكرش في اي حاجة، نحاول نفضي مخنا، الدنيا تبقى ضلمة، الاوضة تبقى باردة، ما ناخدش اي حاجة فيها كافيين قبل النوم علشان نقدر ننام على طول، ونحافظ على الساعة البيولوجية بتاعتنا، نحاول ننام كل يوم في نفس الميعاد في ميعاد ثابت. لما بناخد ساعات كافية من النوم بيبقى تاني يوم بنحس بالراحة، ما بيبقاش فيه قلق، ما بيبقاش فيه ارهاق، بيبقى التركيز بتاعنا كويس، التركيز عالي، نقدر نفكر، نقدر نأدي شغلنا، نقدر نعمل كل الحاجات اللي مطلوبة مننا بمنتهى السهولة. غير الانسان طبعا اللي ما بيلحقش ينام 3-4 ساعات ويقوم بيبقى مرهق، بيبقى تعبان، بيبقى عصبي. فالصح ان احنا ننام صح عدد ساعات معين في وقت صح علشان نقدر نحافظ على صحتنا. يا رب تكونوا استفدتم، ولو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واعملوا لايك وشير. وفي النهاية بشكركم واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.